جرجيس بلاد جميلة، لكن ينقصها العمل الثقافي بصفة عامة. حتى ولو أن تلقى تابليسمون، تلقى معناها دور ثقافة، دار ثقافة ودار شباب، لكن النشاط فيها فما عزوف كبير 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 للشباب على دور الثقافة. بعد ما عملنا الفورماسيون جاسمين فونديشن بالشراكة مع بريتش كونسل، بدنا في تحديد حاجياتنا اللي هي نورمالمون معالجة ظاهرة الحرقة المعروفة برشا في مدينة جرجيس. سطرنا انه نعملوا بعد ما نعملوا الكرياسيون تاع النوايو، تركيز نوادي في المعاهد، قلنا نعملوا لهم رينفورسمنت كاباسيتي في السينما وفي المسرح وفي الجرافيتي وفي الدانس تياتر. بدينا في الخدمه، وان شاء الله باش نخدموها بسرطان بليدوي، معناها حمله مناصره كبيره 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 كبيره، لانه تنقصنا قاعه سينما في 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 مدينه جرجيس موجوده. قلنا علاش لا ما نحاولوش على الاقل نصلحوها، ونكونوا قوه مقترح على المجلس البلدي او وزاره الثقافه اذا تنجم تاخذها اون شارج. واحداث اللي هو ساحة ثقافية في مدينة جرجيس، على خاطر اليوم نشوفوا انه البديل الوحيد للظواهر الكل في المجتمع انه نعملوا ثقافة، وان نركزوا على الثقافة، باش على الاقل الانسان يشوف روحه عايش كريم في هالبلاد.